متابعي الكرام، تابعي قناة شوف تي في، صباح الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. ألف تحية للجميع، جميع متابعي القناة داخل المغرب وخارج المغرب، جولة صباحية مباشرة من إقليم تازة. تحية لكم أصدقاء شوف تي في، أمطار الخير بالمدينة. ألف تحية لكم هذا الصباح، الحمد لله كاين أمطار الخير بإقليم تازة، لكن نتمنى إن شاء الله البنية التحتية أنها تكون قادرة باش تقاوم هاد الأمطار. متابعي قناة شوف تي في، حنا كمان نتمنى غير الخير إن شاء الله.
الدين.